Merci. Merci. ايه يا حبيبي، تعالي اتفضلي معانا. لا هاجي لكم بعد العشاء. طيب ماشي. اتفضلوا المنيو. بص الجميل. انتوا مالكم يا ابني النهارده؟ في ايه؟ ما تفضل معانا. مبسوطين برجوعك والله. الله يخليك يا حس، وانا كمان فرحان اني شفتك. الله يخليك. حبيبي يا حسام، الله يخليك. تسلم يا حسام. هو في ايه؟ بحبوك. انا قصيصه يا ولع. اليوم الدنيا ولع. سالم. عمر. ايه ده؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وكمان مدام سارة. عامل ايه؟ انت عامل ايه؟ انا مش مصدق انا جيت امتى؟ الظهر. نورت اليونان. الحمد لله على السلامة يا عمر. ابوك. ده ايه، ما عدتش على الاوتيل من الصبح ولا ايه؟ ده انت سالت عليا كمان. طب والله يا عمر، انت طمر فيك العيش والملح. ما تقعدوا واقفين ليه؟ حماتك بتحبك يا ساره عثمانيه على العشاء. انت طلعت ذكر بجد. رجعت وكمان معلق الست. قول لي صحيح، ايه اخبار بقى بلدنا الفقر؟ شعبها كله بيغني زديني فقرا زديني. فعلا فقر وعنطزه. ديك النهار رحت اركب كاميرا في مبنى محافظه القاهره. تفتكر ركبتها فين؟ في اوضه السكرتير بره. عشان البير محافظ وقعد على مكتبه يشوف مين اللي بيأبجه يدخله واللي ما بيأبجوش يطرقه. ما هو ده شعار المرحلة، أبجني تجدني. يلا اركبوا. لا معلش، أنا هسيبكوا بقى عشان عندي شوية مشوار أخلصها قبل ما أروح الأوتيل. هتتأخر ولا إيه؟ لا هلحق قبل ما تنام. يلا سلام. سلام. مع السلامة. يلا يا عمر اركب. لا انا كمان مش رايح الاوتيل، عندي مشوار لازم اعمله. طب اوصلك في طريق؟ لا ده مفيش، ده دقيقتين هنا نتكلم بقى. سلام. تصبح على خير. وانت من اهل. الو، الحمد لله انك صاحي. كنت خايف لك كل نمتي. ليش؟ يعني كان معايا حاجه كده، معرفتش اديها لك في وسط الزحمه. ممكن اعدي عليكي ثانيه؟ حاجه ايه؟ انا لو ينفع اديها لك في التليفون ما كنتش هستاذن اعدي عليكي ثانيه. وبعدين دي ثانيه يعني مش هيحصل حاجه. طيب اوكي. ممكن بقى العنوان عشان اعدي عليكي بعد ثانيه؟ ايوه ايوه ايوه. طب افتحي بقى عشان انا وصلت. سلام. مرات ثانية. ايه؟ مفيش حمد لله على السلامة؟ مرة تانية؟ مرة تانية أنا هحكي. معقولة؟ 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 وين الشيء اللي جايب لي وأنت تعطيني إياه؟ ما أنا لسه مدور دلوقتي، شكلك ما سمعتنيش كويس. يا جماعة ما قلنا الصفر ليه فوايد بقى. كنت هموت لما شفتش الضحكة دي النهاردة. اتفضل. حاضر. تسلم ايديكي. شكلك ست بيت شاطرة. يا ريت بيسمعوك، كنت برفع راسي للسما. هما مين دول؟ اخواتن، ما بيحبوا اكلي ودايما بدهم يطلبوا من برا. يا شيخة، اللي بنحقهم فين؟ هن جوا نايمين لانه بكره عندهم مدرسة. نوم العوافي. ما بدك تكمل شو كنت عم تحكي لي قبل القهوة؟ وانا كنت بقول ايه؟ عن مرتك اللي ما عجبتها العيشة. مراتي. اه. ومين اللي فتح السيرة دي أصلا يا مريم؟ أنا كنت عم بسألك تخبرنا عن حالك. بص يا مريم، دي صفحة قفلتها، حلوها بمرها. دلوقتي حياتي ما فيهاش غير أمي وأختي و وشو؟ اسم الله عليكي، وشو؟ لا عن جد عم بسألك، ليش ما رجعت كررته؟ نصيب. نصيب ولا تعقدت؟ مين ده اللي اتعقد؟ ده انا عقد محافظه بحالها. لا عن جد، ليش ما رجعت كررته؟ والله يعني ممكن تقولي ايه، ما لقيتش اللي تستاهلني مثلا؟
ليك شو شايف بحاله؟ الله مش قاعد معاكي لسه بشوف حالي. هلا قلبتها من واحد شايف بحاله لواحد عم بيعاكس؟ ماشي ماشي قاعده انت تكلميني مش واخده بالك ان انت ما كلمتنيش عن نفسك خالص. هات نشوف شو بدك تعرف. لا هو مش تحقيق يعني احكي اللي انت عايز تحكيه بس لو في حاجات خاصه جدا في حياتك مش عايز حد يعرفها احكيها برضه لو سمحت. نحن الاصل من فلسطين ومع الاحداث انا واخواتي رحنا على لبنان وعلى اساس انه اهلي بيرجعوا بيلحقونا بس الله ما راد نرجع نجتمع وراحوا اهلي بالقصف. بعدين بطلت متحاملة ضلنا بلبنان حملت اخواتي وجينا كلنا على اليونان وهون تعرفت على الست سارة من وقتها ما تركتني ولا يوم. من ساعتها ما رجعتيش ولا مرة؟ عم بقول لك اهلي ماتوا كلهم؟ بي وامي العائلة كلها كلهم راحوا بالقصف. لا حول الله يا رب. يا ريتني ما سألت. لا لا انت ما دخلك. ما دخل ازاي؟ ما انا اللي فكرتك باللي حصل. فكرك في نهار بيجي وبنسى هيدا الموضوع؟ انا توترت وانت توترت في حاجه حصلت جو كهرب كده. لا 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 ما والله كنا قاعدين مفكين اعمل ايه عشان اخرجك من الغم ده. ترحم معي على امواتنا بغزه وبالوطن العربي. ربنا يرحمنا جميعا يا مريم. ايه يا عم كل ده؟ اتأخرت كده ليه؟ انت عايز ايه؟ عمر وصل. امتى؟ النهارده. هايل. لا هايل ايه؟ الهيالان انت لسه ما سمعتوش. ومستني ايه؟ تمن الهيالان. يا ابني انت مش لسه واخد فلوس من داني؟ فلوس؟ المعلومه اللي هقولها دي بيدفع فيها روز امه. طب قول. طب هات. طب انا لما اشوف داني هوصيه ان هو يديلك. لا خلاص خلاص بقى لما ابقى اشوف داني ابقى اقول له انا بقى. تمام. يا عم انت لسه هتعد؟ هات هات عشان ما تقلش بركتك. تفتكر بقى ايه اخر مكان في مصر عمر ركب فيه كاميرات مراقبه؟ فين؟ محافظه القاهره.